بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فانتهينا من هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجنائز، وهذا كان آخر الأبواب في الكلام عن الصلاة. ثم بعد ذلك بيتكلم الإمام البخاري رحمه الله عن كتاب الزكاة، ولكن كما بينا نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم في الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله لكتاب الصوم، قلنا حتى ندرك رمضان، وقد انتهينا من بيان جانب من هذه الأحكام المتعلقة بهذه الفريضة. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم، ثم ذكر أولى الأبواب تحت هذا الكتاب، وباب وجوب صوم رمضان. قال باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر رواية عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، فقال: الذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصوم إلا أن يوافق صومه. ثم ذكر أيضا رواية عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصم ومن شاء أفطر. قال: من شاء فليصم ومن شاء أفطر. فكانت هذه أولى التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصوم. قال: باب وجوب صوم رمضان. والصوم أساسا هو الإمساك، الصوم هو الإمساك. وإني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يبقى أصل الصوم هو الإمساك، ولكن الصوم في الناحية الشرعية هو إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوص، أي أن الإنسان بيمسك بنية عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، من الفجر إلى الغروب، يبقى الصيام يبقى ده إمساك مخصوص في زمن مخصوص، يبقى بنمسك من الفجر إلى المغرب، ونمسك عن الطعام، عن الشراب، عن النكاح، ولا بد أن يكون بنية، إنما الأعمال بالنيات، فالأعمال تعتبر بنيتها، الأعمال بتعتبر بنيتها. فإن أمسك الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أمسك عن الطعام والشراب والنكاح ولكن لم يكن له نية، يبقى هذا ليس بصوم، هذا ليس بصوم. وإن كان هو حاله كده كحال الصائم، كحاله كحال الصائم، لكن لما لم يعقد النية أن هذا إمساك مخصوص وأنه قصد بذلك الصوم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا يعتبر، يبقى إنما الأعمال بالنيات، يبقى الأعمال مفتقرة دائما إلى النية.
فيبقى قال كتاب الصوم، يبقى الصوم معناه ان احنا هنمسك عن الطعام عن الشراب عن النكاح من الفجر الى المغرب، ولا بد ان يكون بنية. قال باب وجوب صوم رمضان، وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يبقى فريضة فرضها الله عز وجل علينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى صوم رمضان هذا ركن من الأركان التي بني عليها الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى ده الركن الأول، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيضا ذكر هذه الرواية عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، يبقى جاء من مسافة سفر، فقال رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلاة الخمس إلا أن تطوع شيئا، يبقى ما عدا صلاة الخمس يبقى ده كله من باب المندوبات والتطوعات، ولذلك يبقى الوتر ليس بواجب، وكذلك رغيبة الفجر ليست بواجبة. يبقى نقول أن الذي افترض الله عز وجل علينا في اليوم والليلة هو خمس صلوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك أو ما زاد على ذلك كان من باب التطوعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصلاة الخمس، يبقى دي كانت إجابة لسؤال ماذا فرض الله عليه من الصلاة، قال الصلاة الخمس إلا أن تطوع شيئا، يبقى أيضا بيفتح له الباب في باب التطوعات. ممكن إنسان يجيب إن سئل ماذا فرض الله عليه من الصلاة، أقول الصلاة الخمس ونمسك على ذلك، إجابة صحيحة، إجابة صحيحة، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع الإجابة لما يحتاج إليه الإنسان، فقال صلاة الخمس إلا أن تطوع شيئا، ما عدا ذلك من باب المندوبات والتطوعات. يبقى بيّن له حكم المسألة، وفي نفس الوقت لم يقتصر على الإجابة يعني لهذا السؤال، ولكن وسع له الإجابة حتى يفتح له باب التطوعات. فقال أخبرني ما فرض الله عليه من الصيام، وده الشاهد من الكلام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، يبقى ما عدا صوم رمضان يبقى هذا من باب المندوبات والمستحبات. صوم عرفة، صوم الاثنين الخميس، صوم ثلاثة أيام من كل شهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بصوم الاثنين والخميس، كان يوصي بصوم ثلاثة أيام كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث، منها أن أصوم في كل شهر ثلاثة أيام. يبقى ده يبقى كان حث وتحريض على الصيام، أنها عبادة بيهذب بها خلق الإنسان وسلوك الإنسان. يبقى عبادة مش عبارة عن إمساك عن طعام وشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى الغروب، ولكن لها أثر بالغ في تهذيب سلوكيات الإنسان، كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالصوم يبقى عبادة، بنمسك عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أن يكون بنية، لكن لابد أن نعلم أن العبادات لها تأثير بالغ في تهذيب سلوك الإنسان، لها تأثير بالغ في تهذيب سلوك الإنسان. يبقى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، يبقى على ذلك من ضمن أدوات التزكية الأساسية للنفس هو إقامة العبادات، هو إقامة العبادات. يبقى هو عبادة ده مش عمل روتيني يؤديه الإنسان، ولكن له أثر بالغ على النفس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى لابد أن نعلم أن لها أثر بالغ في تهذيب النفوس وفي تزكية النفوس كما قال ربنا سبحانه وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أخبرني ما فرض الله عليه الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، يبقى من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل وجه ذلك العبد عن النار 70 خريفا. لما يصوم الإنسان يوم في سبيل الله سبحانه وتعالى تطوعا، يبقى على ذلك يباعد وجه ذلك الإنسان 70 خريفا. يبقى نقول يبقى الصوم ده حاجز أن يواقع الإنسان النيران، وبالتالي فيها أثر
على الصائم أنه تزكى بها النفوس وتهذب بها النفوس والسلوك. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. هو يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، وقلنا الإجابة أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، يبقى يتكلم على الفرائض وفي نفس الوقت تكلم أيضا عن النوافل والمستحبات، وقلنا حتى يفتح ذلك الباب. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه. نوافل، يبقى عشان ده باب يعني يجتهد فيه الإنسان، باب يجتهد فيه الإنسان، لا يقتصر على أداء الفريضة فقط، ولكن على ذلك بيستزيد من فعل الطاعات. والسنن دي دايما يجبر بها النقصان في الفرائض. قال أخبرني بما فرض الله عليه الزكاة، قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا تطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله عليه شيئا، يبقى لا حيزود شيء ولا حينقص من هذه الفرائض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، إن أدى ذلك الواجب تمامي وكمالي ولم يخدش ذلك الواجب يبقى أفلح إن صدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصوم إلا أن يوافق صومه، يبقى كان بيصوم عاشوراء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء، ولما فرض صيام شهر رمضان ترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال من شاء فليصوم ومن شاء أفطر. يبقى نقول على الندب والاستحباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم يعني من أصبح صائما فليتم صومه وأن أكل فليمسك، يبقى ده كان بالنسبة لصوم عاشوراء، وهذا صوم كان يصومونه في الجاهلية، وكذلك أيضا كانت تصوم اليهود وقالوا هذا يوم نجى فيه ربنا سبحانه وتعالى موسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم وأمر بصيامه. الكلام ده قبل فرض صوم رمضان، وشهر رمضان فرض علينا صيامه في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة، لذلك صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، يبقى صام 9 سنوات لأنه هو فرض في السنة الثانية من الهجرة، وبالتالي صام 9 رمضانات صامها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، الكلام ده قبل رمضان لأنه صام عاشوراء وهذا كان يوما يصومونه في الجاهلية، يبقى في الجاهلية فصامه. وكذلك لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد أن اليهود يصومون ذلك اليوم فأمر بصيامه وقال نحن أحق بموسى منهم، وهو اليوم الذي نجى فيه ربنا سبحانه وتعالى موسى من فرعون. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، يبقى أمرهم بصوم عاشوراء قبل أن يفرض صوم رمضان. وكما تقول عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم هذا اليوم في الجاهلية، ده بالإضافة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد أن اليهود في المدينة يصومون يوم عاشوراء وكانوا يقولون هذا هو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه موسى، فقال نحن أحق بموسى منهم وأمر بصيامه، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصوم ومن شاء أفطر، يبقى كان أمرهم بصوم عاشوراء، ولما جاء صوم رمضان نسخ هذا الأمر، لكن لم ينسخ معناه رفع هذا تماما، ولكن نسخ الوجوب، يبقى وجوب صوم عاشوراء، وبالتالي بقي صوم عاشوراء كندب واستحباب،
يبقى أمر بالصيام حتى فرض رمضان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء: من شاء فليصوم ومن شاء أفطر. يبقى جعل اليوم ده على الندوة والاستحباب. وكما بيّن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة، يكفر سنة، صوم يوم عاشوراء يكفر سنة. يبقى على الندوة والاستحباب، والفرض هو صوم رمضان هذا الشهر الذي افترض الذي فرضه علينا ربنا سبحانه وتعالى. ثم ثنى الإمام البخاري رحمه الله بباب فضل الصوم، دايما بنؤكد على فضل العبادات. قلنا الآن ده الحافز اللي يحرك الإنسان للاستمرارية والاستدامة والتمسك بهذه العبادات. دايما لما بنرى الحافز ما لنا إن صمنا، يا ترى الصيام، ثمار الصيام، ثمار الصلاة، ثمار الوضوء، الصدقة، لما بنقف على فضائل هذه الأعمال بتحرك الإنسان دوما إلى أن يستزيد من تلك الأعمال وأن يستمر ويستديم على فعل تلك الطاعات. فدائما بنحتاج إلى الوقوف على فضل أي عبادة نقوم بها، بالإضافة أيضا نستذكر ذلك دوما. قلنا الآن ده حافز، يعني حافز بيعين الإنسان على أن يجتهد في فعل الطاعات. قلنا رغبة في هذا الثواب الذي يسعى الإنسان للوصول إليه والحصول عليه من فعل لتلك الطاعات. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الصوم، فذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. يبقى فضل الصوم، وأن الصوم أيضا في تهذيب للنفوس وتهذيب للسلوك. يبقى دايما حنرى هذا في العبادات، يعني العبادة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة لها تأثير إيجابي في سلوك الإنسان وفي تهذيب النفس. يبقى ده أساسا معيار أنا بأزن من خلاله أدائي، يا ترى أدائي للصلاة فين أثره علي. يبقى لو لم يكن هناك أثر قبل الصلاة وأثر بعد الصلاة، يعني أثر بعد صلاة الإنسان يبقى أثر مغاير لما كان عليه قبل الصلاة، يبقى نقول يراجع نفسه، يبقى هو أدى أداء روتيني، يبقى هو أجرى يعني هذه العبادة على الأركان فقط ولكن لم يكن مستحضرا لقلبه. ونقول إن أي عبادة ينبغي أن يكون لها أثر بالغ على السلوكات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى سواء كان الفحش في القول أو الفعل أو في السلوك. وكذلك أيضا الصيام جنة، كجنة أحدكم في القتال، زي الدرع اللي بيقي به الإنسان نفسه من ضربات الأعداء، فالصوم جنة. يبقى برضك هنا ستر حماية، زي الدرع الذي يتضرع به الإنسان أو يتحصن به الإنسان من ضربات العدو، كذلك الصوم جنة. يبقى بيستر الإنسان وحتى لا يواقع يعني السفاهات أو الجهالات. فالصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. يبقى إن كان الإنسان بيصوم هذا صوم، يبقى إزاي أحافظ على الصوم؟ يبقى المطلوب مش أنا أبتاع الطعام والشراب والنكاح، لا، ده المطلوب أن أنا أحافظ على الصوم. يبقى في سلوكيات مرفوضة وسلوكيات مذمومة يبقى يبتعد عنها. قال: فلا يرفث ولا يجهل. يبقى الرفث اللي هو مقدمات الكلام عن مقدمات الجماع، يبقى لا يرفث، ما يخرجش كلام كده قبيح أو كلام منكر، ولا يجهل أيضا ما يكونش عنده سفاهة، يعني لا يكون عنده سفاهة. وبين لنا المسألة: وإن امرؤ قاتله وشتمه فليقل: إني صائم. يبقى لا يجهل على من جهل عليه، ولا يتسفى في مقابل كلام سفيه. يبقى لو كان هناك سفيا تكلم في حقه أو إن هو جهل عليه أو شتمه أو سبه، يا ترى ما كيف نقابل هذا الأمر؟ إني صائم، إني صائم، استعلاء. يبقى الاستعلاء الإيماني بأداء هذه العبادات
عن أمثال هذه الأمور، ودي محتاجة إلى ضبط الإنسان لنفسه، يعني ضبط الإنسان لنفسه، ولابد أن أنا أرى دايما أثر هذه العبادة على سلوكياتي، أرى أثر هذه العبادة على سلوكياتي. يبقى لو كان الإنسان يعني يغضب سريعا، يبقى الصوم ده علاج، علاج، قولي بقى فلان ده شتمك سبك وانت صائم ماذا تصنع، ماذا تصنع؟ يبقى الصوم كده مدرسة بيؤدى فيها الإنسان وتهذى فيها النفوس، وكذلك يترجم هذا الكلام، فأملك اللسان فلا أرد ذلك السب ولا هذا الشتم، وكذلك أيضا يعني أقي نفسي أن أعتدي على ذلك الإنسان بالضربة وغير ذلك. إن شتم أحد أو جعل عليه صخبة أو قتله قال إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، يبقى لولا الصيام يعني كان يكون لي شأن وحكاية مع هذا الإنسان، لكن الصوم إيه؟ بيذب. وطبعا ده مش هيكون حال الصوم فقط، يعني ده الصوم هو الذي بيربي الإنسان على هذا السلوك، ويبقى سلوك بعد كده مع هذا الإنسان. أنت سفه عليك إنسان، يبقى على ذلك لا أرد هذه السفاهة بسفاهة، لا أرد، والله عز وجل كما قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإذا خطبوا الجاهلون قالوا سلاما، لنا خلق، لنا منهج، يعني المسلم ده ليه منهج حتى في التعامل مع الجهلاء والسفهاء، كيف أتعامل معهم؟ يبقى لا أتعامل بالمنطق اللي هو بين الناس، يبقى يرد هذه السفاهة بسفاهة وهذه الجهالة بجهالة أو السب بسب وشتم، لا، المسلم مميز راقي استعلاء الإيماني، إن هو لا ينزل إلى ذلك المستوى أي حال من الأحوال. يبقى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، بس مش قول كده، يعني ده فعلا يبقى سلوك، سلوك موجود، سلوك يعني فعلا محسوس وملموس، يبقى ده سلوك محسوس وملموس. هي المسألة كلها إن أنا أطوع نفسي للشرع، يعني أطوع نفسي للشرع، يعني أنا أسلم نفسي كده للشرع. ما هو الإسلام هو الاستسلام، أنا مستسلم للشرع، منقاد للشرع، خاضع لشرع ربي سبحانه وتعالى، فأنا بطوع نفسي كلها لشرع ربي. يبقى هذا موطن الله عز وجل ماذا أراد منا؟ لو سبك إنسان أو شتمك، يبقى نقول الموطن ده يبقى كيف أتصرف؟ أرجع دايما كده للمنهج، عندنا منهج إحنا نتحرك من خلاله، نقول على ذلك ده سبني وشتمني، وممكن كده يعني يدخل بعض التعبيرات والمصطلحات عند الناس إلى داخل النفس، يعني على ذلك يعني الناس على ذلك لا يحترموننا بعد ذلك، وكل من كان سفيها يعني سيعتدي علينا أو كذا، نقول بعض الأشياء كده، فبتجد إن هو يرد السفاهة سفاهة. ليه؟ عشان مكانته عند الناس، يعني ده الإنسان بيرتفع كده في رفعة وعزة ومنعة بتطبيق لشرع ربي سبحانه وتعالى، بالتطبيق للشرع. يعني يا ترى لما أنا أسكت عن السفيه وأعرض عن هذا الجاهل، هل ده هينزل من قدري؟ أبدا، ده بيرفع الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع مكانة هذا الإنسان لما بيستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. والله عز وجل ما زاد عبدا بعفو إلا عزة، رب سبحانه وتعالى ده عفوه يزداد بها عزة. وأنا أعلم أن قلوب العباد بين إصبعين وأصابع الرحمن، يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء، فلو استقام هذا العبد على أمر رب سبحانه وتعالى لأقبلت قلوب العباد على هذا الإنسان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إزاي كان هذا المحبة يعني ألقيت في قلوب هؤلاء لفلان أو فلان؟ هو استقام على أمر رب سبحانه وتعالى، والله عز وجل الذي يصرف قلوب هؤلاء، صرف كلها بأولاء. فلو هو خاف بقى أن الناس ينظروا بنظرة دونية أو أنه عاجز أو غير ذلك، نقول يعني اطمئن، فقلوب جميع هؤلاء العباد بين سبحانه وصحبه الرحمن، لكن أنت بتختبر، أنا بنختبر الآن، يبقى ده اختبار. يبقى لو صلت عليك سفيه من السفهاء فتكلم معك بكلام سفيه أو بجهالة أو كان سب أو شتم، يبقى أنا عندي منهج بتحرك من خلاله، كيف أقابل ذلك؟ المنهج يقول وأعرض عن الجاهلين، يبقى يتم الإعراض. لو أنا صائم إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم.
وربنا سبحانه وتعالى كفيل أن يرد عليك كيد الكائدين، والله تعالى كفيل بذلك، بكفيل بحفظ ذلك الإنسان. يبقى احنا بنفعل دي طاعات لله، دي اختبارات، يعني هذه اختبارات، إن الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يبقى ده امتحان اختبار، والإنسان لابد أن يبتلى ويختبر، لكن بينظر كيف يتصرف في ذلك الموطن. يبقى لا يتصرف بقوانين الناس، لكن احنا لنا شرع منهج احنا نتصرف من خلاله. لذلك قال: من امرؤ قتله وشتم فليقل اني صائم اني صائم، والذي نفسي بيده لخلوف من الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. ده اثر صيام. يبقى لما كل ما بنقترب كده على المغرب كل ما بتزداد الرائحه الكريهه التي تخرج من في الانسان، قلنا كنتيجه لتبخر يعني الابخره من المعده، او ان صعود الابخره من المعده، فكل ما المعده بيبقى فيها خواء ده كل ما اقتربت بقى من الغروب، فهذه ابخره بتخرج، وبالتالي نرى رائحه كريهه بتخرج من في ذلك الصائم، خاصه عند وكلما اقتربنا الى الغروب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الرائحه التي نراها كريهه هي اطيب عند الله من ريح المسك، لان دي اثر لعباده، اثر لعباده. قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، الصيام لي وانا اجزي به. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن العبد الذي صام، قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. وانت بتصوم ليه؟ يعني لوجه الله سبحانه وتعالى، تقصد بذلك الطاعه، وتقصد بها التقرب الى الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول عن عبده الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، الصيام لي وانا اجزي به، والحسنه بعشر امثالها. قال: الصيام لي وأنا أجزي به، الحسنة بعشر أمثالها. يبقى الصيام بيدعو إلى حسن الخلق، وبيدعو إلى ترك مساوئ الأخلاق، يعني بيدعو إلى حسن الخلق وبيدعو إلى ترك مساوئ الأخلاق. يبقى المطلوب أن أنا أتخلق بالخلق الحسن وأتخلى عن الخلق السيء. العبادات تعين الإنسان على ذلك، العبادات تعين. لذلك قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى بتحرك الإنسان لكي يترك مساوئ الأخلاق. الصيام كذلك هو، إذا سبك إنسان شتمك إنسان تصائم إن امرؤ صائم، لا نرد أبدا هذه السفاهة بسفاهة، ولا الجهالة بالجهالة، ولا السب ولا الشتم بسب وشب، ولكن أنت أرقى من ذلك. فده الاستعلاء الإيماني عن طريق هذه العبادات، وبالتالي يعالج يعني مساوئ الأخلاق عند الإنسان. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال: باب الصوم كفارة. قال: باب الصوم كفارة. ذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذي، إنما أسأل عن التي تموج كموج كما يموج البحر. قال: إن دون ذلك بابا مغلقة. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق رحمه الله: سأله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. قال: باب الصوم كفارة. ودي من الحسنات الماحية، من الحسنات الماحية. يبقى الصلاة الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى دي حسن الحسنات الماحية. يبقى الصلاة تمحى بها الذنوب، الصيام يمحى به الذنوب، الصدقة يمحى بها الذنوب. يبقى دي حسنة ماحية، ولكن الحسنة الماحية يتطلب لها أو في قيود حتى تكون حسنة ماحية، يتطلبها استفاء هذه الشروط. قال: الصلاة الخمس والجمعة والجمعة رمضان ورمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى لابد ان احنا نجتنب الكبائر حتى يكون الصوم حسنة ماحية، وحتى ايضا نحقق يعني من خلال الصلاة وغير ذلك ان تكون حسنة ماحية، اي تمحى بها صغائر الذنوب، وده يتطلب ان نجتنب الكبائر. قال في هذه الرواية عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: أنا
سمعته يقول فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري. يبقى اللي هي يعني ذنوب الإنسان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون كان ربك بصيرا. فتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري، يبقى أي زلل أي خطأ قال تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. يبقى اللي هي صغائر الذنوب بتكفر عن طريق الصلاة والصيام والصدقة. وده الشاهد، يبقى أن الصيام كفارة تكفر به، يكفر به صغائر الذنوب دون الكبائر، دون الكبائر. فقال تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذي، إنما أسأل عن التي تموج كما ينجم البحر. لا بيسأل عن فتنة تانية، الفتن بقى الكبرى، بيسأل عن الفتن الكبرى. ما دي كلها فتن، اختبارات. فتنة هي الاختبار. ففتنة الرجل في أهلي ومالي وجاري، يبقى ممكن هنا يلحق ذلك الجار أذى منك، يلحق الزوجة أذى أو يعني معاملة أو غير ذلك يعني. فإن وقع الإنسان في هذه الفتنة تكفرها الصلوات. مش معنى كده نتمادى الإنسان، يعني الإنسان يتمادى بقى يقول والله دي حسنة ماحية، أو ينظر دي من الصغائر التي تمحى عن طريق حسنة الماحية فيكثر منها وتجرع عليها. لا، مش هو ده المطلوب. لكن الإنسان لما يقع تزل القدم في ذلك، يبقى الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ويغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا. لكن هو الإنسان لا يتعمد فعل المعصية حتى لو كانت من الصغائر، لأن التعمد دي مسألة خطيرة جدا على الإنسان، أن يتعمد المعصية حتى لو كانت من باب الصغائر. يبقى لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، هي صغيرة لكن كان مصرا على فعلها تحول بذلك إلى كبيرة لإصراره. يبقى لا صغيرة مع إصرار، مصر على فعل هذه الصغائر. يبقى على ذلك يخشى على هذا الإنسان، بيخشى على هذا الإنسان أن يكون مستهينا من فعل هذه الصغائر. فقال هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذي، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. الفتن الكبيرة، الفتن الكبرى العظيمة. قال إن دون ذلك بابا مغلقا، يعني حذيفة رضي الله عنه بيرد على عمر الخطاب رضي الله عنه، قال له بينك وبينها بابا مغلقا، يعني تسأل فتن، الفتن مش هتظهر على عهد عمر رضي الله عنه. قال إن بينك وبينها بابا مغلقا، يعني الفتنة مش هتأتي ولا تسير في زمن عمر الخطاب. قال فيفتح أو يكسر. طب ده باب مغلق، هيفتح ولا يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أقدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. لما يكسر الباب خلاص، يبقى على ذلك مش هيغلق. لكن الباب لما يفتح يغلق، لكن لو كسر الباب يبقى على ذلك فتحت باب الفتنة وتستمر إلى يوم القيامة. وده فقه عمر الخطاب رضي الله عنه. فقلنا لمسروق سأله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. يبقى عارف أنه هو الباب. يبقى عمر رضي الله عنه كان الباب، وده كانت إشارة حذيفة رضي الله عنه، يعني بينك وبينها بابا مغلقا. فمين الباب؟ كان عمر. يبقى لما يقتل فباب الفتنة فتح، وفتح ذلك الباب فلا يغلق إلى يوم القيامة كما قال حذيفة رضي الله عنه. الشاهد من كده أن حذيفة رضي الله عنه أجاب فتنة الرجل في أهل ومال وجاري تكفرها الصلاة والصيام والصدق. يبقى الصوم كفارة كما قال وبين الإمام البخاري رحمه الله. إحنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة، يبقى يمحى بها صغائر الذنوب. ثم ذكر الباب التالي، قال باب الريان للصائمين. قال باب الريان للصائمين. ثم ذكر عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وده الشاهد من الكلام. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة.
فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فليدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. يبقى هو مش وقف على صورة من صور العبادة فقط، ولكن كان بيستكثر من كل هذه العبادات. الإنسان بيوصف دايما بأي عبادة لما يستكثر منها، مش لما بيأدي الفريضة فقط، ولكن لما يستكثر من هذه العبادة، إن كان من أهل الصلاة، طبعا احنا من أهل الصلاة، ولكن ده هذه الصلاة كانت تحرك هذا الإنسان، مش فرائض فقط، إن كان من أهل الصيام، مش الفريضة فقط، ولكن كان مستكثرا من تلك الطاعة. ودايما نستكثر من الطاعة ولكن بأداء الطاعة بكمالها وتمامها والمحافظة على هذه الطاعة، زي باب الصدقة، يبقى يدعى باب الصدقة. والإنسان ممكن بينفق نفقة كبيرة لكن قد تكون لغير وجه الله، الرياء والسمعة، وبينفق يتصدق ويعرف أنه رجل يعني عنده بذل وعطاء، ولكن بعد ذلك ينال هذا بالأذى أو المن وغير ذلك. يبقى المتصدق عليه يبقى بيناله بالأذى، بيتكلم يعني أنه أعطاه وأعطاه وكان به قربة وفعل كذا، كان إلى في حاجة لكذا، كل ده هو تصدقه، ولكن ممكن يبطل الصدقة بالمن والأذى. ممكن الصدقة أساسا يكون مقصده اللي هو الرياء والسمعة وأن يعرف بين الناس بالبذل والعطاء. فلذلك لابد من العلاج للقلب ولابد من علاج للوجهة. بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين أن هؤلاء الأول ثلاثة تصعد بهم النار، عالم ومتصدق وشهيد، عالم ومتصدق وشهيد، وده أعطاه ربنا سبحانه وتعالى من أصناف المال. ولما يعرفوا تلك النعم ماذا صنعت فيها؟ ما من باب من باب الخير إلا وقد بذل فيه ذلك المال قربا لله سبحانه وتعالى. ويقول ذلك وفعلا معروف ان ده رجل كده عنده سخاء وعنده عطاء وعنده بذل وعنده كرم لغير ذلك، لكن يا ترى ده بيفعلها لنفسه لصالح نفسه، ولا كان بيفعلها فعلا لله سبحانه وتعالى؟ يفعلها لله سبحانه وتعالى. قلنا بيبقى في ساعات حظ نفس في المسائل ان بيفعل هذا الامر ويتمنى لو انتشر بين الناس، اتمنى ان يكون الثناء، دي طبيعه موجوده في الانسان يحب الثناء والمدح، يحب الثناء والمدح، لكن يا ترى فعل بنفعله لله سبحانه وتعالى؟ ما هو سبع يظلون الله في ظله ومن لا ظل الا ظله، يبقى رجل تصدق بيمينه واخفاها عن شماله، ده حتى بخفيها عن نفسه هو، يعني شوف يعني معانا في مثلا الاستصرار بها ده يخفيها عن نفسه، يعني بيخفيها عن نفسه، يعني كانه كده بيفعل صدقه لا يتذكرها، يعني خلاص يعني ما لهاش اساسا، يعني ما بقتش معلومه في داخله، ولكن ينساها كانه لم يفعل. وان هذا الامر محتاج الى مجاهده شديده، يعني في هذه الافعال تحتاج دائما الى مجاهده كثيره. قال باب الريان للصائمين، يبقى الجنه ابواب الجنه فيها باب مخصوص كده، وهذا الباب للصائمين. الجنه كم باب؟ ثمانيه ابواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ فأحسن الوضوء ثم قال الدعاء، يبقى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أشهد لا إله، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على شأن قدير، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. نشوف دي من ضمن الثمار أو فضائل الوضوء، لما توضأ الإنسان بس يحسن الوضوء ثم يدعو بذلك الدعاء، يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأبواب الجنة ثمانية، منها باب اسمه باب الريان، باب الريان، باب الريان أي جاي من ري، زي ما هو أساسا يعني كان ممتنع عن الطعام والشراب، ولما بيمتنع إنسان في حال الصوم عن الطعام والشراب يعني طبعا بيشعر بالجوع، ولكن هو أمسك يعني قرب الله سبحانه وتعالى، يشعر بالعطش، وقد يكون في يوم شديد الحرارة، شديد الحرارة وقد لا يتحمل العطش، ولكن يتحمل هذا العطش لله سبحانه وتعالى، فيبقى الجزاء من جنس العمل، هيعوض يوم القيامة ندخل من باب الريان اللي هو جاي من ري، يبقى جاي من ري، ده مقابل هو
يعني امتنع عن تناول الماء حال الصيام مع حاجته إليه ومع عطشه، لكن هو يعني تحمل ذلك العطش في صومه قربا لله سبحانه وتعالى، فيدخل من باب الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، باب ده مخصص الصائمين، والعباده عبادة قائمة مع هذا الإنسان، الإنسان دائما يوصف بهذه العبادة لما يستكثر منها ويستزيد من فعلها، يبقى كأنه هو دي العبادة اللي هو متفوق فيها، كأن العبادة متفوق فيها، يعني حاله كده الصيام محبب إلى قلبه، ودائما كده الإنسان بيعالج النفس حتى يجعل هذه الطاعة محببة إلى قلبه، جعلت قرة عيني في الصلاة، يعني جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى كذلك رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني ما يكاد يخرج إلا يعود إليها، قلبه معلق بالمساجد زي القنديل كده بيعلق في المسجد، هو قلبه معلق بالمساجد، يعني بيحب قوي هذه الأماكن، وكذلك يرتد كثيرا على هذه الأماكن. فباب الريان يبقى ده يستكثر الإنسان من الصيام، لا شك أنه يعني الطاعة مبنى على المشقة، يجد مشقة، قلنا خاصة في الأيام اللي هي شديدة الحرارة، يعني الإنسان محتاج إلى طعام، محتاج حتى إلى شراب دائم كده، ولكن هو يمسك عن ذلك مع حاجته ومع شهوته، شهوة موجودة للطعام وحاجته للطعام والشراب موجودة، ولكن هو أمسك على نفسه ذلك تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يعوض بقى يوم القيامة بهذا الباب، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، يعني ده تشريفة عظيمة جدا للصائم، تشريفة يعني يوم القيامة كده على رؤوس الأشهاد، أين الصائمون؟ فيقومون، نتخيل كده لما ينادى على واحد ما بيننا فبيقوم، هيحصل على جائزة، كل الأنظار هتلتفت إليه، كل الأنظار هتلتفت، تشريفة عظيمة جدا، تشريفة، فالله تعالى يشرف هؤلاء على رؤوس الخلائق يوم القيامة، أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد، أيضا الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان أهل الصيام دعي من باب الريان، وأن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، ونرجع عنها كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة، نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.